تعالى يا دكدوك اقول لك على شويه طلبات تجيبهم لي. كلم يا احمد امك. قالت يا دكدوك انت مش ما تسمع. ما انا مش هروح. وانا اللي هروح قوي. ما انا وانت واحد. مين اللي قال كده؟ لا احنا مش واحد في الحاجات اللي زي كده. يا ابني يلا. يا ابني كلم امك اما تنادي. يا ابني اما تنادي عليك انت ما تضايقنيش. قوم كلمها. احمد يروح عادي يا ماما. ايوه عادي اي حد المهم حد ينجز فيكو. احمد هينجز اه. اتكلم براحتك انا مش هروح. يا ماما هو اللي هيروح مش انا. يا ولاد الجزمه على يا ابني مش عايز صاحبك ابوك. ايوه والله صحيح هو بابا اللي هيخلص الموضوع ده. يا ولد قوم روح انت وعدي اليوم. مش هروح انا عندي كلمتي ومش هكرر كلام كتير. ما ان ابوك صح هيخليني اروح انا. ما انا عايز كده. هيقعد يقول اخوك صغير وشمس عليه ومش عارف ايه. ايوه انا صغير. في الحاجات دي صغير في اي حاجه تانيه ده انا كبير ده انا اعمل واعمل. احنا مش هنرغي روح شوف امك عايز ايه. والله العظيم يا احمد لا صحي لك ابوك وهو يتصرف معاك. يا ماما لما انت اول حاجه مناديه عليه هو هتروح تناديه لابويا انا؟ ده ايه ده؟ انا ماشي من البيت ده ايه الظلم ده؟ وانت جاي هات الطلبات معاك.